أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذا العيد الأعظم، والذي هو أعظم مكانة وأجل قدراً عند أهل السماء قبل أن يكون عند أهل الأرض، وهو يوم تنصيب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الخليفة بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هل كان الإعلان عن خلافة وولاية علي بن أبي طالب في يوم غدير خم فقط؟ هل كان النبي صلى الله عليه وآله والسماء التفتت إلى علي وهو الخليفة بعد النبي في خصوص السنة العاشرة من الهجرة، أو كان الإعلان بذلك قبل يوم الغدير؟ قبل أن أشير إلى ذلك أيها الأحبة، أريد أن أشير إلى مقدمة، وهي أن اختيار وانتخاب واصطفاء الوصي والإمام هل هو بيد الناس أم بيد الله سبحانه وتعالى؟ من هنا انبثقت مدرستان في علم الكلام، الأولى والمعروفة بمدرسة الخلافة أو مدرسة الشورى، والثانية وهي المعروفة بمدرسة الإمامة أو بمدرسة النص. المدرسة الأولى ترى أن الخلافة والإمامة حق من حقوق الناس، فالناس فيما بينهم يختارون وينتخبون ويصطفون الشخص الذي يناسب لهم في إدارة الحكم، ولذلك يقع تأتي مسألة الشورى في أنهم يستشيروا ويتشاوروا وينتخبوا الفرد الصالح في نظرهم لأن يكون رئيسا لنظام الحكم. المدرسة الثانية وهي مدرسة النص، والتي ترى في أن الإمام والوصي والخليفة يجب أن يكون معصوماً، وحينما تحدد هذا الشرط يخرج من يد الناس قدرتهم في انتخاب من هو الإمام ومن هو الوصي. وبهذا البيان البسيط أترجم هذا المعنى. نحن لدينا أن من شرائط إمام الجماعة أن يكون الإمام عادلاً، والعدالة كما يقول الفقهاء هي ملكة نفسانية تبين حسن سمت الرجل، يعني شيء داخل النفس، ليس لنا من طريق أن نطلع عما في داخل نفسه. الإمام الذي يصلي بنا جماعة نحن لا نعلم ماذا يدور في داخل نفسه، لو تكاشفتم لما تدافنتم،
أمر في داخله، لكن حسن الظاهر الرجل يحضر في محضر الجماعة، يصلي في المساجد، يحضر المآتم، يحضر مجالس الخير، نراه يتصدق، يذهب إلى العمرة والحج، نقول هذا إنسان عادل. أما حقيقة العدالة فليس لنا من طريق إليها. ولذلك قال الفقهاء بأن الظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي، يعني إحنا يجي فلان يصلي جماعة، هذا ظاهره إنسان خير يصلي وراء جماعة، بس داخل باطن إحنا ما نعلم، الله يعلم بالسرائر وما يدور في صدورنا ونفوسنا. إذا كانت العدالة وهي أقل رتبة ليس لنا من طريق إليها لنكتشف أن هذا الرجل عادل أو ليس بعادل، فكيف بالعصمة؟ هل لأحد من طريق أن يكتشف أن هذا فلان معصوم أو غير معصوم؟ اللي يطلع على عصمة الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. ولذا تيجي مسألة الاختيار والاصطفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. من يكون إمام، من يكون وصي، من يكون ولي، بعد أي نبي؟ انتخاب من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. النبي فقط رسول يبلغ هذه الرسالة، ليس له دور في أن يعين هذا الخليفة أو هذا الولي أو هذا الوصي، وإنما الذي يعينه وينصبه هو الله سبحانه وتعالى. نجي إلى هاي النقطة، هل الإعلان عن خلافة علي، عن تنصيب علي، عن كون علي خليفة بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وآله كان فقط في السنة العاشرة في حجة الوداع في يوم الغدير أو لا؟ هناك نوعان من الإعلان، إعلان لم ينصص فيه حقيقة على خلافة علي، بمعنى أن علي هو الخليفة وعلى المسلمين أن يبايعوا على ذلك، وهناك إعلان رسمي نصصت فيه السماء على ذلك. مثلا في بداية الدعوة لما كان النبي صلى الله عليه وآله ومجموعة ممن آمن به كانوا يسكنون في دار الأرقم على أعلى الصفا، جبل الصفا اللي في المسعى، ونزلت هاي الآية على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: وأنذر عشيرتك الأقربين. تقول كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله ضاق صدرا. وأنذر عشيرتك الأقربين، من الأقربين للنبي؟ عمامة، عمامة معظمهم مشركين، بل عتاة المشركين وكبار قريش. شي يقول لأبو لهب وأبو جهل تعالوا أدعوكم، أحد يقبل دعوته؟ فضاق النبي صدرا بهذا الأمر، مستشار ماله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، استشار أمير المؤمنين، السماء بعد عينت أنه لابد أن تنذر عشيرتك الأقربين. ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وآله يولم لهم وليمة يحضرون فيها. في اليوم الأول لما أن أكلوا من وليمة النبي صلى الله عليه وآله وشربوا من اللبن، أراد أن يتحدث النبي صلى الله عليه وآله فقال: جئتكم، ولم يتم كلامه فقاطعه أحد عتاة قريش، ما خلى موع القضية وطلع انفض المجلس. في اليوم التالي النبي أخذ تدابيره قبل أن يتحدث ويقاطعه هذا الرجل، قال: جئتكم بخير الدنيا والآخرة. شنو تجاينا؟ جئتكم بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، فمن أجابني في ذلك فهو أخي ووزير وخليفتي من بعد.
منو قام فعل مجموع؟ الرواية كتب التاريخ تقول 40، يزيد شخص أو ينقص شخص اللي كانوا حاضرين. منو استجاب لدعوة النبي؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام متى؟ في بداية الدعوة، يعني توه بداية الدعوة. هاي اللي هو يوقف على الصف النبي صلى الله عليه وآله ويخاطب الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هاي البداية كان يدعوهم. وعلي بن أبي طالب في 3 مرات يقول أمير المؤمنين، وكان النبي يأخذ بعنقي ويجلسني، حتى أن أبا جهل لما طلعوا من الاجتماع كان يضحك على أبي طالب، يقول لي يجي اليوم اللي يكون ابنك هذا يكون عليك مسؤول رئيس على رأسه، كان يضحك يسخر من ذلك. الهدف من الحديث أن من دخل الإسلام في بدايته أو المشركين، الكل يعلمون أن الخليفة والوزير والأخ للنبي صلى الله عليه وآله من هو؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. في موارد متعددة، من يبلغ عني هذه الآية فهو خليفتي من بعدي. من اللي بلغها؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يجلس مع صحابته. من يدخل أول من يدخل علينا من هذا الباب فهو خليفتي من بعدي. من اللي يدخل عليهم؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصورة متكاملة عند المسلمين، عند المشركين، أن الخليفة من بعد النبي بلا فصل هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ليش هذا البلاغ اللي يجي في 10 من الهجرة والنبي يستوقف المسلمين في هذا الموقع المعروف بغدير قم وينادي فيهم هذا النداء ويخطب بهم هاي الخطبة؟ ما إلى معنى، لا إلى معنى. ما قبل غدير خم فعلا كانوا المسلمين وكانوا حتى المشركين يعلمون أن الخليفة بعد النبي هو علي بن أبي طالب، بس ماكو صراحة. ليش؟ النبي صلى الله عليه وآله كان في بداية الدعوة والدين لا زال غضا طريا، وتعرف المشاكل والتعقيدات، فيريد يوصل الدعوة إلى أبعد نقاطها. لو أن النبي صرح قال علي خليفتي من بعدي، اعترضوا عليه، لكن يقول من يكون خليفتي من بعدي، فيستجيب علي فيكون علي هو الخليفة. بعد باشر الناس ما تقول له انت خليت ابن عمك خليفة من بعد، قال له انا قلت لكم من يساعدني في هذا الامر، من يعينني في هذا الامر، لم يستجب لي احد، والذي استجاب لي علي. الناس راح تقول له علي بن ابي طالب هذا ابن عمك وخليت ابن عمك خليفة من بعدك. تزوج بنته راح يقول له هذا زوج بنتك وخليته من بعدك. بعضهم يقول هذا المحامي، هذا الناصر لك، وكون ناصر ومحامي لك بالتالي راح تخليه خليفة من بعدك. كانت إلى قبل يوم الغدير الدعوة بعيدة عن كل هذه الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحاول أن يطرح الخليفة بصورة تعبيرنا اليوم لا تثير الآخرين ضده، حتى بلغ الأمر حد. خلاص النبي يكون يطلع من هاي الدنيا ويجيه الخطاب من الله سبحانه وتعالى، تنفتح السماء على الأرض، يا أيها الرسول. ما يقول لي يا أيها النبي، يا أيها الرسول، أي سنحملك رسالة. رسول يحمل رسالة للآخرين، راح نحملك رسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا ما تبلغ هي الرسالة أتعابك تذهب أدراج الرياح، وإذا بلغت الله يعصمك من الناس. كش يسوون الناس؟ ما كنت تخشاه من الناس من أنهم سيعترضوا على هذا التنصيب
هذا ابن عمك، هذا زوج بنتك، هذا ناصرك، هذا كذا، انتهى الكلام. لأن المسألة لا بد من فصلها، لا بد أن تكون حاسمة، ولا بد من بيان ذلك أن الخليفة من بعدك هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. العجيب أن بعض المفسرين الذين وقفوا على هذا الحديث، ممكن أن الواحد يناقش دلالة الحديث في كلمة ولي. بعضهم يقول حديث الغدير اللي النبي صلى الله عليه وآله استوقف الناس لما رجعوا من الحج، وبعد غديرهم يجي مفترق الطرق اللي تودي الناس إلى الشام، إلى العراق، إلى مصر، إلى كذا، راح يتفرقوا المسلمين ويستوقفهم النبي صلى الله عليه وآله في حر الهجير. بحيث تذكر كتب التاريخ من شدة الحر كانوا يأخذون بأذيال أرديتهم يضعونها تحت أقدامهم لشدة رمضاء الشمس، الدنيا حارة، ويستوقفهم النبي وينادي في القوم الصلاة جامعة والناس تجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقول لهم فليخبر الشاهد منكم الغائب، ويبدأ ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى، ثم يذكر هذا النص المعروف، يأخذ بيد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. يقول هذا النبي صلى الله عليه وآله وموقف الناس. أكو حكاية مرت باليمن، الإمام علي رايح يا جماعة اليمن، بعثه النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن. واحد من الجماعة غمز في عرض النبي، في عرض علي صلوات الله وسلامه عليه، شوية ما تحمل هذا المعنى الكلام النبي صلى الله عليه وآله. لما رجعوا في الطريق أراد يبين لهم، تعال شو تقولوا عن علي بن أبي طالب، من الذي غمز في عرض علي؟ كلام قديم، ويتكلم عن اليمن وغمز في عرضه. النبي وقفهم بالشمس وقعد يحدثهم، ألست أولى بكم من أنفسكم، بعدين يقول لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حتى يبين هاي المسألة. هذا الكلام التسطيحي، الكلام التبسيطي، الكلام الساذج، لأنه هذا يعرف الحقيقة ولكن يلوي عنقها في غير محله. يعني حتى الإنسان البسيط يضحك على مثل هذا. أنت عمن تتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاب قوسين أو أدنى. أنت تنسب السفاهة والسذاجة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. سير النبي بعظمته، بمكانته، بمقامه، وهو راجع من الحج، حجة الوداع، يستوقف المسلمين كلهم اللي راجعين وياه بالطريق، بس حتى يقول لهم ترى من غمز في عرض علي كلامه باطل، ترى علي خوش رجال. ومن ما يعرف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، احتاج إلى تعريف وتبيين؟ أوجه الآخر يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني يريد يبين ترى يا جماعة الخير علي بن أبي طالب نصيري، علي بن أبي طالب ابن عمي، علي بن أبي طالب معيني. شو النبي يخاطب من؟ يخاطب العرب، العرب أصلا من عاداتهم كل قبيلة عندها نسابة، مو يقول علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله. تريد شجرة النسب لأمير المؤمنين يعطيك إياها، ما يحتاج النبي يوقف الناس ويصيح بالناس علي بن أبي طالب ابن عمي، شنو معنى؟ أو يجي آخر يقول لا هذا يقول نصيري معيني، ما إلى معنى يقول هذا نصيري ومعيني. كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله في ليلة المبيت من الذي بات في فراشه، كلهم يدرون، مو القبائل اجتمعت وقرروا أن يأخذوا من كل قبيلة سيف ويقتلوا النبي صلى الله عليه، شاركهم إبليس في هذه المؤامرة، ويقتلوا النبي صلى الله عليه وآله ويضيع دمه في القبائل، مو هذا القرار؟ وإجت السماء انفتحت على الأرض وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله بالمؤامرة، وآمرت بأن
يجعل في فراشه، من يبيت في فراشه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أول فداء في الإسلام، كل العالم يدرون، وهم طبوا المجموعة ودخلوا الدار وكشفوا الرداء فوجدوا وجه علي وفروا من بين يديه. واحد منهم تبقى أخذه أمير المؤمنين من تلابيبه ورفع به إلى أعلى ورمى به إلى الأرض، فروا كلهم من يده. مو كلهم يعرفون أن المحامي والمدافع والناصر للنبي هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حتى في بعض ما تذكره كتب التاريخ، لما أن كان النبي صلى الله عليه وآله يسير في أزقة مكة، كانوا السفهاء قريش يلاحقون النبي صلى الله عليه وآله، سفهاءهم وأطفالهم، يرمونه بالأحجار وكان يفر من بين أيديهم ويضعون في طريقه السلا والأشواك، يؤذون النبي صلى الله عليه وآله حتى أجهدوه وأتعبوه وسالت الدماء على ساقيه الشريفتين. تعب النبي تعب، وين راح؟ ذهب يتكئ على جبل أبي قبيس. شو ياخذ نفس، ياخذ راحة. بعض المشركين ينظرون إلى الموقف من بعيد، بس دلين ما يمتلكون حيلة، دلين ليسوا مع النبي صلى الله عليه وآله، ما آمنوا بدعوته، لكن ناحية إنسانية ما يقبلوا ما يصنع للنبي صلى الله عليه وآله. كانوا يطالعون فيما بينهم يقولوا هؤلاء ماذا يصنعون بمحمد صلى الله عليه وآله، لكن ما يقدرون يساعدونه، فيبحثون من يعين على دفع البلاء عن النبي صلى الله عليه وآله. اذهبوا إلى ابن عمه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ليدافع عنه. يروح ينادوا علي ويجي علي يمسح الدماء عن ساقيه، يمسح العرق عن جبينه، ويمنع السفهاء والأطفال من أن يصلوا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. يحتاج بعد النبي يوقف في غدير خم ويصيح بالناس: أيها الناس، لقد نعيت إلي نفسي، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ماذا يقول لهم؟ من كنت مولى فهذا علي مولى، ترى اللي دافع عني ونصيري هو علي بن أبي طالب. من زمان إحنا ندري يا رسول الله، كل العالم تدري. ثاني شيء، شنو مقصود الرسول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ أولى يعني الولاية، من له الولاية التصرف في أنفسكم؟ أنت يا رسول الله. رسول الله مو إليهم يقول بلا يا رسول الله، أنت لك الولاية في التصرف في أنفسنا. بعدين لما يجي دور علي: من كنت مولى فهذا علي مولى، يختلف المعنى، يصير المعنى نصير وابن عم وغيرها من المعاني، لأن المسألة ترتبط بشيء أكبر. وعلى هذا بس في الدقائق الأخيرة، أنا قلي 25 دقيقة حتى أنهي الكلام، لما يسألون الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا الشباب، هذا في ذهنكم خلوه واجد، هذا الاستفسار يطرح نفس السؤال، طرحوا على الإمام الصادق يطرحون على شباب، يقول: هل للمسلمين عيد غير الجمعة والفطر والأضحى؟ في بعد عيد غير هاي الأعياد الثلاثة؟ شي يقول الإمام الصادق: نعم، أعظمها وأجلها قدرا. عيد أعظم منها؟ شنو هذا العيد الأعظم؟ قال: يوم تنصيب الرسول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في 18 من الحجة، يعني يوم الغدير، عيد الله الأعظم. شنو يصير هذا عيد أعظم؟ شلون يصير هذا عيد أعظم؟ احنا عندنا عيد الفطر، عيد الاضحى، عندنا يوم الجمعه، بس اقولها المقدمه وعلق عليه حتى انهي كلامي. احنا متى يقولوا للعيد عيد؟ العيد هو يوم الشكر، يعني اليوم اللي نشكر الله فيه يسمونه عيد. يوم الجمعه افضل ايام الاسبوع، يتضاعف فيه الثواب ويتضاعف فيه العقاب، هذا يوم عظيم.
يوم يشكر الله يشكر العبد فيه الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه، شوفه يغتسل يلبس أفضل الثياب، يبالغ في العبادة في الصدقة في تواصل بالأرحام وغيرها، من يوم شكر على عبادة على ما أداه من طاعة في تمام الأسبوع. في عيد الفطر كذلك نصوم 30 يوم شهر، صيامنا لمجموع هذه الأيام هو عبارة عن ماذا؟ الامتناع عن المفطرات المحددة، مجموعة من المفطرات نمتنع عنها، فإذا خرجنا في آخر يوم من هذا الامتحان ومن هذه التجربة ومن هذه المدرسة التربوية بنجاح، يصير يوم العيد يوم شكر نفرح فيه نتواصل فيه، والله سبحانه نشكر الله على هذه النعمة. يوم عيد الأضحى كذلك نلبس أثواب الإحرام ونمتنع عن محظورات ومحرمات الإحرام 24 زيادة ناقصة، ونطوف بالبيت ونسعى ونروح نوقف بالعرفة والمشعر وكل هاي الأمور حتى يجي يوم العيد يوم الشكر على هذه النعم. تدرستم اليوم احنا صغار يدرسونا شيء اسمه أصول الدين وشيء يسموه فروع الدين، أيهما مقدم، فروع الدين لأصول الدين؟ أصول دائما، أصول الدين مو هاي الخمسة، خليها الثلاثة الرئيسة التوحيد والنبوة والمعاد، يتفرع عليها الصلاة فرع، الصوم فرع، الحج فرع، الزكاة فرع، الخمس فرع، هذه فروع. لما شيء يرتبط بالأصول يكون أعظم، لما شيء يرتبط بالفروع يكون أقل أدنى، لأن هذا متفرع عنها. شلون يصير عيد الغدير هو عيد الله الأعظم؟ لأن يرتبط بمسألة أصول الدين، يرتبط بالطريق الذي يوصلك إلى الله، مو يرتبط بالصلاة، ممكن تصلي ممكن تصوم ممكن تأدي الخمس، لكنك في طريق لا يوصلك إلى الله. ولذلك في الدعاء الذي علمه الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أصحابه راح أنهي كلامي، هذا الدعاء الذي يقول فيه: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أكو نعمة أكبر من نعمة الهداية؟ نحن نصوم 30 يوم ونمتنع عن المفطرات، هاي نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، ثم يجي يوم العيد يوم الشكر. نحج ونلبس الأثواب الإحرام ونمتنع عن محظورات ومحرمات الإحرام، نعمة هذه كبيرة، ثم نشكر الله في يوم العيد. في أيام الأسبوع تجي الجمعة نشكر الله على ذلك، لكن نعمة الهداية فوق كل ذلك، هي النعمة الكبرى. لما نتكلم عن الولاية، لما نتكلم عن يوم الغدير، نتكلم عن يوم الهداية، يعني أنت تضع قدمك في الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.